ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. هقول لكم عن حاجة في ناس كتير بتسألني فيها وهنا في البيت وكله، قشرة الشعر. قشرة الشعر دي بتبقى عادة للشعر الدهني او بتيجي للناس اللي شعرهم دهني، وبتبقى مزعجة جدا ان انت بتسرح. انتوا عارفين يعني ايه العلاج؟ بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، بعد ما اغسل شعري بشامبو يكون فري صوديوم او بشامبو طبيعي، طبعا عشان شعرنا ما يقعش نبقى حريصين على شامبو فري صوديوم او باي مكونات طبيعيه، وانا شارحه في فيديوهات قبل كده. هنجيب لتر ميه، معلقه خل التفاح العضوي الطبيعي الغير مبستر الغير مفلتر اللي احنا بناخده بعد الاكل، ونحطه على لتر الميه، نشطف بيه شعرنا، شعرك هيلمع مع التكرار طبعا مرتين مثلا في الاسبوع. حسب هو ما لا يفضل غسيل الشعر كتير، احنا نغسل شعرنا مرتين مثلا في الاسبوع، كل مره نغسل فيها شعرنا نشطف شعرنا بخل التفاح. ما تخافوش مش بيعمل ريحه، يعني اشطف شعرك بخل التفاح وسيبه شويه وبعدين ابقى اشطفه تاني، سيبه نص ساعه ساعه. مش هقول لكم روعه الوصفه دي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم، مش مكلفه. ازازه خل التفاح الطبيعي الربع لتر تقريبا بحاجه و20 جنيه. فاشوفكم على خير في فيديو جديد ومعلومه جديده ان شاء الله.